لاعب ايسر بدرجه فنان وممكن يعدي علي معلول ويكون اسرع من اسرع دليفري في مصر. لاعب ارقامه جباره وسنه داخل على ال 30 ومدفوع فيه مبالغ كبيره. الخطيب خلص الصفقه وامير توفيق اتصور معاه. انا احمد صابر ودي حلقه جديده من تلفزيون تحيا مصر. اهلا وسهلا. يحيى عطية الله من مواليد 2 مارس 1995 وبيلعب ظهير ايسر في نادي سوتشي الروسي ومنتخب المغرب لكره القدم، يعني بديل علي معلول في الاهلي. لكن تعال اقول لك مقارنه وحكايه هتفهمك ليه الاهلي تعاقد مع يحيى عطية الله. المغربي يحيى عطية الله مع الانديه اللي لعب فيها خلال مسيرته لعب 297 مباراه، عمل 43 اسيست وسجل 26 جون، يعني عامل حوالي 69 مساهمه مع الانديه اللي شارك فيها. اما بقى التونسي علي معلول مع الانديه اللي لعب فيها لعب 477 مباراه، سجل خلالها 94 هدف وصنع 126 اسيست، يعني عامل حوالي 220 مساهمه. وعشان ما حدش يظلم يحيى عطيه الله، ارقامه هي الارقام الطبيعيه لاي باك شمال موجود داخل القاره. علي معلول بس هو اللاعب الوحيد اللي خلاك تحس ان ارقامه قليله. طبعا يحيى عطيه الله لاعب كبير وخبره ولعب في المونديال وشارك في انجاز المغرب العظيم بمونديال الكاس العالم، كمان يعتبر من افضل الحلول المتاحه لازمه الباك الشمال في الاهلي. وهنا اتكلمت جماهير النادي الاهلي عن انضمام اللاعب المغربي الجديد يحيى عطيه الله، وقالت الجماهير: اتمنى من كل قلب الناس ما تقعدش تقارن بمعلول، ايوه الاثنين باكات شمال بس معلول تركيبه مختلفه واستثناء، ولازم ندي فرصه للراجل يوصل لافضل فورمه معانا، ونفهم ان علي معلول في مكان لوحده تماما بعيد قوي عن اي حد عشان ما نرفعش سقف التوقعات ونحط ضغوط مش مناسبه على اي لاعب في المكان ده. يحيى عطيه الله باك محترم جدا جدا وهيبقى ممتاز معانا ان شاء الله، هيقدم الاستثناء باذن الله بصوره كويسه، بس الاستثناء درجات ودرجه معلول النهائيه. مبروك علينا وعليه ونهدى شويه، علشان انا عارفكم ومراقبكم واحد واحد، الناس اللي كانت قربت ترفع قضايا في محكمه العدل الدوليه عشان الصفقه دي. نهدى بقى شويه، ربنا يكرمكم، ما تستعجلوش الخناق، لما يجي وقته هنشمر ونمسك فيهم براحتنا، كما قال طبعا الفنان العظيم علي الحجار في اغنيه جميله من بوابه مسلسل الحيواني مع شيرين وجدي. بس المشجع الاهلاوي لسان حاله بقيت بتستنى تشوف اي صفقه علشان تشوف ابداع تيم الميديا في تقديمها. الواحد كل ما يوصل معاهم لمرحله ان خلاص مش هيقدموا صفقه افضل من كده تلاقيهم في الصفقه اللي بعدها بيبهروك. الجميل ان فيديوهات الصفقات مش طويله بس دايما بيقدروا يوصلوا افكارهم بشكل كويس جدا، وبيخليك تتفرج على الفيديو للاخر اكتر من مره. يعني العبايه المغربيه مع العصايه ووجوده على مسرح فيه صوره لكل النجوم في كل المجالات، مع جمله هنا القاهره مدينه النجوم وهنا الاهلي طبعا مسرح الاحلام، في اشاره لان النجوم هنا ما بتتنسيش واحلامك الاهلي هيحققها لك. انا حتى لسه فاكر فيديو تقديم رضا واللي بسببهم المغاربه اشادوا بيهم، والفتنه اللي كانت موجوده بسبب موضوع الشيبي انتهت تماما بعد دقيقه واحده بس. انا مش ببالغ لو قلت مفيش تيم ميديا في اي فريق في العالم بيقدم اللي بيقدموه النادي الاهلي. صفقه يحيى عطيه الله هتقلب الموازين داخل الاهلي، ولو نجحت ولو فشلت هتبقى حديث الاهلاويه. لو نجحت فمبروك على علي معلول الثاني، ولو فشلت مش بعيد تكون نهايه كولر مع الاهلي. انت في النهايه قول لنا ايه رايك في صفقه يحيى عطيه الله، وشايف ممكن يوصل لفين مع النادي الاهلي؟